موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها عرض الدعوة على القبائل. فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام بعد عودته من الطائف على الناس في منتدياتهم وأسواقهم وفي مواسم الحج على القبائل الوافدة إلى مكة، وكان ينادي فيهم: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فكان يقعد إليهم في طرقهم ويدخل عليهم خيامهم ليلا ونهارا يرجو إيمانهم ونصرة دعوته، فكان أكثرهم يصدونه ويقولون: رجل رفضه قومه وكذبوه فهم أعلم به. حتى كان اللقاء التاريخي بنفر من أهل يثرب، بدأ بهم نور الإسلام يشع في يثرب التي صارت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في دقيقة أخرى، والحمد لله رب العالمين.